غلاء الاسعار اللي غادي بواحد الشكل تصاعدي، الحكومه اللي سادة ودنيها بالرغم من الخرجات الكثيره اللي دارت لا على مستوى الاحزاب ولا على مستوى النقابات، ولكن كنلقاو ان الحكومه لا تحرك ساكنا، لا حياه لمن تنادي، مطيشه وبطاطا تيتزادوا، المغاربه تيعانيوا. هذا رمضان عاده المغاربه كنعرفوا المائده المغربيه ولا المائده الرمضانيه هي مائده اللي وافره، المغاربه تيبغيو ياكلوا في رمضان، ملي تتمشي للمارشي ما تتلقى ما تجيب 100 درهم، لا كانت كتجيب لك قفه كبيره حاليا الا جابت لك غير بطاطا ومطيشه راه لاباس عليك. الحكومه نهار جابت واحد البرنامج كبير، برنامج معسول، برنامج اللي تبت الكذب ديالو، ما كاينش تحقيق على مستوى الواقع المعيش، برنامج اللي كان كبير، وعود بتشغيل الشابات والشباب، وعود بالاهتمام بالعجازه، وعود بتسطير مبالغ شهريه، وعود بالنهوض بالمجتمع المغربي، ما كاين والو، الفشل الذريع. انا بالمقابل تنتفاجئ بان حتى الخروج ديال الساكنه ديال الدار البيضاء هو سكون خروج هزيل. كان المفروض اننا نخرجوا نغوتوا نضامنوا مع بعضنا بعض، نقاطعوا جميع المواد اللي طالعه. علاش ما نقاطعوش؟ المغاربه كانوا كيعيشوا غير بالبطبوط، غير باتاي، غير بالزبده والبطبوط واتاي. علاش حاليا مطيشه غاليه وكل شيء غالي، وحنا كنمشيو للسوق وكنتقداو وكنزيدو نتقداو؟ هذا الشيء ما غاديش يوقف الا ما دارش ليه حل. الحكومه خصها تجيب حلول حقيقيه وصحيحه، والا تقدم استقالتها امام هذا الفشل الذريع ديالها. الحكومه لحد الساعه مواقفها سلبيه، تنقص درهم ولا جوج راه ماشي حل للمشكل. دغدغه المشاعر ديال المغاربه راه غنديروا غنفعلوا غنفعلوا، راه بغينا الواقع، بغينا على مستوى الملموس، ما بغيناش غير الوعود الوعود الوعود.